زيارة نبيك الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم فيك على كل أحيانهما. اللهم جملهما بزيارة وجهك الكريم على كل أحيانهما. اللهم ارزقهما جوار حبيبك المصطفى في الجنة. اللهم اجعل قبريهما روضتين من رياض الجنة. ربنا تقبل منا علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين اچھی رسم کو ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھ مولا، اس طریقے کو تو پسند کر، وصال کے دن ان کی یاد منانے کی توفیق مرحمت کر. جتنے حضرات یہاں آئے ہیں مدراس اور دیگر مقامات سے جو حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ انہیں زمینی فتنوں سے بچا، آسمانی بلاؤں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، خدا کے شر سے بچا، دین کے دشمنوں سے بچا. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے بے پناہ مصیبتیں لے کے آئے ہیں ہم سب کے خاتون جو جائز تمنا ہے ان سب کی بدلا واسطہ محبوب محبوب خدا کا I
صابر و شاکر بنا دے، ہم کو صبر کی توفیق عطا فرما۔